مستمرين مع كل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. فوز مهم جدا بالتاكيد، تحضير على اعلى مستوى كالعاده من مستر مارسيل كولر، قياده فنيه مميزه من خارج الخطوط، روح واصرار وشخصيه كالعاده في فريق النادي الاهلي، عشان كده قدرنا نحقق فوز النهارده. بنبارك له طبعا. شايف الجيم ازاي؟ بيشوف الاداء ازاي؟ غيابات كثيره جدا، لكن الاهلي بمنحدر، ده مش شعار، دي حقيقه. النهارده قدرنا ان احنا نفوز بنتيجه كبيره على فريق كبير زي نادي الزمالك. Ja, es ist natürlich immer wichtig, dass man vorbereitet ist, wenn sich Spieler verletzen. الواحد يبقى متحضر كويس جدا ويبقى جاهز لما يكون في اصابات او يكون في لعيبه موقوفه. Und ja, das waren wir und dementsprechend. واحنا كنا مستعدين، وعشان كده لما جت اللحظه دي ما حصلش اي مشكله، او ما حدش حس ان في مشكله. عندنا قائمه كبيره فيها لعيبه كتير كبيره، معانا تقريبا 30 لاعب. طبعا بيبقى ساعات كتير بيحصل ان بيبقى في احباط من بعض اللعيبه اللي ما بتشاركش، لان ما بيقدرش يشارك غير 11 واحد بس في الملعب. Aber wenn sie dann so Einsätze haben und gut spielen, wie zum Beispiel Remy auch, dann sehr gut. لكن لما لاعب ينزل وبعد غياب ويأدي زي رامي النهارده، ده بيبين الاستعداد اللي احنا عاملينه، وده كمان بيدي ثقه لبقيه المجموعه ان اللي بينزل بيأدي وانه كله ممكن ياخد فرصه. تحضير الجيد جدا لخالد والمروان والكريستو، شفناه محمد شريف كمان بيأدي اداء مميز جدا. كل الامور دي بتسعد اكيد الجهاز الفني وتحديدا مستر مارسيل كولر، ان هو بيشتغل بشكل فردي وبشكل جماعي. بنشوف الاداء النهارده ازاي بالتحديد للوافدين الجدد وكهرباء وايضا كمان محمد شريف. من der Mannschaft wie sehen Sie dann die Leistung von den neuen Spieler und Kahraba? طبعا لعبوا كويس جدا زي الباقيين برضه، زي زمايلهم اللي بقى لهم فتره. طبعا كان في ريسك شويه في موضوع خالد، لان هو عاده بيلعب باك رايت، واحنا ما كناش عايزين اطلع هاني من مركز الباك رايت اللي هو متالق فيه الفتره الاخرانيه، ما حبيتش ان انا اشيله من مكانه. ولعب النهارده ماتش كويس قوي، وانا اتكلمت مع خالد قبل الماتش وعرفت منه ان هو لعب قبل كده باك رايت في سموحه، وكان بالنسبه لي مهم ان انا العب خالد بالذات، لان هو عنده ميزات زي السرعه، زي ان هو بيلعب بقلب جامد، وعشان كده وده اللي خلاني ان انا اخترته هو واتكلمت معاه، وهو اثبت لي حسن اختياري ولعب ماتش كبير النهارده. بالتاكيد ثلاث نقاط في الدوري زي اي مباراه في بطوله الدوري العام. النادي الاهلي لسه ما حققش حاجه، النادي الاهلي لسه عنده مباراه، ويمكن مستر كولر معودنا مباراه بمباراه، مش هنتكلم على كاس العالم، هنتكلم على المباراه القادمه كيف يراها كالعاده مستر مارسيل كولر. Wie sehen Sie das nächste Spiel? Ja, er hat, oder Sie haben gut zugehört. بالظبط، انتوا بتتعلموا كويس بسرعه مني اللي انا بقوله وبتسمعوا كويس. Yeah. ان الماتش الجاي هو دايما اهم ماتش. سهلة كده. Letzte Botschaft, die Sie sagen wollen. Zu Fans von الاهلي. Ja, also ich möchte mich auch bedanken. عايز اشكر جمهور النادي الاهلي جدا على الدعم العظيم الهايل، ودايما في كل ماتش في ظهرنا، وان هم دايما بيولعوا الملعب زي ما بنقول، وده مهم جدا للفرقه وبالذات للعيبه الجديده كمان، انها بتاخد ثقه بتاخد دعم، وده بيقوي الفرقه جدا. واتمنى ان في يوم من الايام ادخل الملعب يرجع تاني الملعب متقفل زي الصور القديمه اللي انا شفتها. نفسي اشوف ده في يوم من الايام وانا مدير فني للنادي الاهلي، ان الجمهور متقفل الملعب يعني. شكرا بالتوفيق.